مشاهدينا، دائما المجال الفني في كثير من الشباب المبدعين اللي قدروا يوصلون احساسهم والرساله المهمه من خلال هذا العمل الفني. اليوم ضيفنا اكيد تواجد من خلال برنامج المواهب، اليوم راح نتعرف على اكثر وعلى هذه الموهبه اكيد اللي يمتلكها الفنان محمد بن ثاني. حياك الله. يا هلا، شلونكم؟ نورنا، الله يسلمك حبيبي حبيبي. يا رب. تمام والله خير. يا مساء الخير ويا اهلا ومرحبا فيك محمد، اكيد منورنا. في البدايه يا بوجودكم. ريت تكلمنا عن بدايتك في دخولك للمجال الفني. البداية كانت 2007، شاركت ببرنامج نجوم الخليج. كانت تجربة حلوة بالنسبة لي، بس هم كانت مو حلوة اني تعرضت لظلم، لاني وصلت للنهائيات وانظلمت فيها، وبس بالنهاية ان كانت تجربة حلوة ان استفدت منها وايد. ظلمت فيها؟ اي نعم. شلون ظلمت فيها؟ انا كنت واصل نهائي مع متشارك اسمه سالم مساعد، اخوي امسي عليه. امسي عليه بخير. فواحد خسران معانا من المرحله اللي طافت. اوكي. دخلوه معانا يشارك. شلون؟ انا ما اقدر اذكر التفاصيل عشان ما تصير. لكن هو المفروض انه ما يكون من ضمن النهائي. لا، ما المفروض، خلاص طلع من الحسبه. هو رجعوه بقدره غادر على قولتهم. وبعدها وهو كان رافض انه يشارك، بس خلاص مو بيده، طلع الموضوع من ايده، هو قال لي الكلام. اوكي. فبس ورجعوه، هم من هو فاز بالبرنامج، هو اللي فاز بالبرنامج. اي نعم. بس الحمد لله اني اكتسبت خبره من البرنامج هذا. يعني نجوم الخليج اضاف لك خبره معينه، لكن ما كان بالصوره اللي انت مثلا صحيح. بالنهائي ممكن اثر عليك بشكل معين. صحيح، ممتاز. حلو. يعني محمد، سبب اختيارك لهذا المجال، هل يعني انت تشوف ان هذا هوايه او لا تبي تدش المجال مثلا، خلينا نقول مثل باجي المشاهير كاحتراف؟ لا، شوف، هي بالبدايه وانا صغير كانت هوايه، بس لما تتعمق فيها تصير هم، يعني تصير هوايتك هم يكون شغلك. اذا انت حاب هالشغله لازم يكون شغلك هم. حلو. بس وهذه يعني انا الحين قاعد اشوفها، انا الحين قاعد اشتغل الحمد لله، عندي سنجل مع عبد الله العماني الموزع الخطير اللي توني تعرف عليه، بس ما شاء الله عليه مبدع. ممتاز. وكلمات ولحن بدر خليفه، وكلمات ناصر الشمري. حلو، ممتاز. يعني دائما يقول لك محمد بان برامج المواهب يا ان تعطي نقله نوعيه لهذا الموهوب بانه يتحول الى فنان محترف ويكون له نقول اكثر من سنجل، او انه يظل بان هذا الشخص او هذا الهاوي او الموهوب مجرد تجربه بالبرنامج المواهب وتنتهي. اليوم هل انت حاط لك خطه معينه تمشي من خلالها على اساس تستمر في النجاحات اللي انت قدمتها؟ اكيد اكيد. اول خطوات ان انت لازم تنتج لك اعمال، هم ان يكون في حفلات خاصه. حلو. في شغلات قاعد نغنيها، مثلا اغاني حق عروس، زفات. حلو. كل هذه الاشياء تواجد بحفلات الخاصه والعروس والاماكن؟ الحمد لله موجود انا فيها. ممتاز. موجود فيها. حلو. يعني للامانه محمد شوقتنا، ونبيك تسمعنا شيء من صوتك. ان شاء الله ان شاء الله اسمعكم شيء حق عبد المجيد. الله. الف مره. الف مره. لا خلاص كل الكلام اللي ما نخجل نقوله، ما بقى إلا اللي ما بين السطور، ما بين السطور. ألف مرة قلت لك بعيوني لا من قلت، بس ريعي امنعني، ترى ودي أقضي العمر يا عمري معاك. ألف مرة قلت لك لا قلت مقدار، قصدي مقدار أحيا يا جاهل بلاك. لا خلاص كل الكلام اللي ما نخجل نقوله، ما بقى إلا اللي ما بين السطور، ما بين السطور. الله عليك. الله يسلمك حبيبي. حبيبي. اكيد يمكن هذه الاغنيه لها احساسها، والاجمل يمكن انا بالنهايه يعني كمستمع عادي اكيد بان انت غنيتها هم باحساسك وبطريقتك، ما حاولت انه يعني تقلد اكيد اكيد الفنان عبد الله. وخلينا نتكلم عن هذه الجزئيه اليوم، ان انت تطلع في شخصيتك بالغناء. فاهم علي. هو الفنان لازم يكون له خط. يعني انا اخذ اسمع حق عبد المجيد واسمع حق فنانين كبار. حلو. بس انت لازم يكون لك شخصيتك واحساسك ومكانك. انت حريص على هذه الجزئيه ان تكون أكيد. شخصيتك موجوده الغنائيه. اكيد. حلو، ممتاز. حلو. يعني بما انك انت محمد تملك موهبه، لكل شخص يملك هذه الموهبه، شنو اللي يحتاج له عشان مثلا يطلع للمجال الفني او يصير فنان معروف؟ شوف، اول شيء لازم يكون عنده الموهبه، لازم يكون واثق انه هو عنده شيء عشان يوصل له. ثاني شيء يحتاج الدعم، اذا هو ما كان عنده دعم، لان الحين السنجل يكلف مكلف،
في ناس قاعد تسوي ميني ألبوم، في ناس قاعد تسوي ألبومات. إذا هو ما يقدر بس عنده الموهبة ما راح يقدر يوصل. فقبل كان في شركات إنتاج، الحين ما في شركات إنتاج، أنت كلها تشتغل أنت بنفسك. فهذه الصعوبة بس اللي يواجهها، ولا إذا هو يملك موهبة راح يلقى نفسه. ممتاز. يمكن هذه جزئية صحيحة، يمكن كثير من الفنانين يجونا ويتكلمون بأن السنجل مكلف بالنهاية، وإذا بتسوي ميني ألبوم راح يكون مكلف أكثر وأكثر. أكيد. لكن باخذها بجانب آخر، اليوم بالنسبة لمحمد بن ثاني، هل يشوف بأن التوجه للفن يحتاج أيضا إلى دراسة مقابل هذه الموهبة أو الهواية، ولا ممكن الهواية والموهبة تكون كفيلة لحالها بأنك أنت تقدم الفن اللي أنت تبيه؟ شوف، انك تتثقف الفن وتدري انت من وين تغني، هذه لازم دراسات. تغني من وين؟ يعني ما حد العالم الفن الموسيقيه ممكن هذه لازم تكون. انا درست فيه الموسيقى بس ما كملت فيه. حلو. لكن عندك الاساسيات يعني. عندي الاساسيات، درست 3 سنين فيه، بعدين رحت البرنامج وصارت لي هم سوالف مع المعهد وما بيذكر. وشنو نوع الدراسه كانت في المعهد؟ هي الدراسه معهد كامل سولفيج. ما تخصصت في شيء معين؟ لا تخصصت. هي الات، تخصصاتها الات، كمان العود، عرفت؟ انا كانت كمان. حلو. بس فانت لازم تكون مثقف فنيا عشان تعرف لما تقعد مع الناس تدري شنو قاعد يصير، هذا المقام شنو، ومن وين راح تغني. حق المطرب لازم يكون فاهم هذه الامور. ودخولك للبرنامج هل وقف دراستك؟ يعني هذه المشكله. نجوم الخليج، يعني روحتك حق نجوم الخليج هني ما كان في دعم بان انت عقب ما تخلص البرنامج ترجع وتكمل دراستك، ولا وقفوك؟ لا وقفوني هم، ما تقدر ترجع. ما قدرت ارجع. حاليا يعني تأثر على مستقبلك. أكيد في وايد نفسي بعد شباب أعرفهم وهم المشاهير كانوا يدرسون بالمعهد وراحوا، وهم صارت لهم نفس المشكلة وتوقف من الدراسة. بس توقف خلاص. أنا خلاص يصير عندك مدة غياب فيوقفونك هم. حلو. يعني برنامج نجوم الخليج محمد تقول انه اضاف لك اشياء وايد وخلاك تثبت نفسك وتتحدى مع نفسك، شنو الاشياء اللي قدمتها بعد ما طلعت من برنامج نجوم الخليج؟ والله شوف، انا عن نفسي ما يعني ما قدمت شيء، بس انه توني راجع، يعني هذه سنتين تقريبا قاعد اشتغل، يكلموني حفلات خاصه، قاعد يكلموني اغاني سناقل حق يعني حق عروس، حق حفلات خاصه داخليه وخارجيه هم. بس هذا اللي قاعد اسويه، بس الحين توني راجع اني اشتغل سناقل واشتغل. حلو. عشان اكون بالسوق ان شاء الله. ممتاز. السنجل اللي كلمتنا عنه في البدايه اللي هو العمل القادم راح يكون ان شاء الله، ممكن تسمعنا شيء حصل لنا؟ مفاجاه. حاضر. حق نام. حاضر. ما راح اردكم، لان ما يرد الكريم الا لئيم. صحيح. وانت ان شاء الله كريم حبيبي. من أحب فجأة خان وانكشف غدره بان، وانكشف غدره بان، ما صدق اللي صار، هالله الله يا زمان، هالله الله يا زمان، هالله الله، الله الله، الله الله، الله الله، الله الله يا زمان. الله عليك. يعني اعطانا هالكوبليه الطيب وحصل لنا. يعني محمد، شوف احنا اتفاق ان شاء الله ابيك تجهز لنا شيء حق محمد المصباح، وتالي بقول لك ليش ان شاء الله. لكن نكمل اسئلتنا ونتكلم عن الدعم. ليش تضحك؟ لأن وايد يقولوا لي أدري شنو راح تسأل، راح تقول لي راح أسألك تالي. لكن خلينا نتكلم عن الدعم والمساندة. أنت تكلمت عن الدعم المادي، لكن اليوم توجهك للبرنامج قرار ثقيل، لأن اليوم أنت بين دراستك وبين خلينا نقول تجربة النجومية أو تجربة برنامج مسابقات ممكن يفتح لك مجال، وأتوقع الحمد لله رب العالمين أعطاك اللي أنت تبيه، يعني هذا اللي إحنا قاعد نشوفه. الحمد لله. فأكيد في أشخاص معينة كانوا داعمين ومساندين لمحمد بهذا القرار الثقيل، يعني أنا لو مكانك قرار صعب بين دراستي وبين هالبرنامج، فخلنا نتكلم عن هالناس هذه. شوف، الناس هم أول ناس كانوا ربعي بالمدرسة. طبعًا أهلي كانوا ما يدرون إن أنا أملك صوت لما كنت صغير، يعني كنت أغني غن وغن 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 ورب الشغل. فلما شوي قمت بالبيت أغني لاجهم شوية بالبيت، فكان الوالدة تقول لي إيش رأيك تشارك ببرنامج؟ حتى الوالد. قلت لا، أنا أنحرج حتى قدامكم أغني برنامج، يعني هذا بالبدايات. فتشك بوم ولا برنامج نجوم الخليج مسجلين، يلا مش رحت. والله كنت مو محضر شيء، نفس يعني رايح كذي، ودشيت غنيت أغنية هي اللي شهرتني، اسمها قل لي متى حق الفنانة نوال، أشتاق وأزعل وراضي. وراح نسمعها بعد. إن شاء الله. محمد مصباح والفنانة نوال. إن شاء الله.
فالحمد لله هذه الخطوه البدايه. حتى الناس يعني بالبدايه كانوا يقولون محمد اشتاق، يسموني محمد اشتاق، اسم الاغنيه قل لي متى. فالحمد لله كانت خطوه حلوه، كانوا الداعمين لي الاساسيين ربعي وهم اهلي بالبيت. حلو. يعني محمد تو يعني لاحظت انك تغني الاغاني الطربيه الكلاس، وانت تشوف الحين الجو الشبابي الدارج، الاغاني خلينا نقول الايقاع السريع، الكلمات الملفته للانتباه او الكلمات المثيره فيها شيء يعني يخلي الواحد يسمعها. فانت شنو رايك بالفن هذا الجديد؟ شوفي، هو الفن الحين هذا خلاص هو الحين ماشي بالسوق. انت ما تقدر تغيره، صحيح. يا تدش نفس سكتهم يا انك هم يعني في يعني ناس راح تسمعك مو راح تسمعك، بس هذا اللي ماشي. بس انت هم لازم يكون عندك هم الراي وشخصيه ان انت انا لازم ادش المكان هذا او اتجاه المجال الفني بهذه شخصيتي، انا اغني كذي. مو غلط اني اغني سريع، بس هم شويه في فن، انا احب اني اقدم فن. حلو، ممتاز. لكن اليوم اذا بنتكلم عن يعني بعض الفنون او بعض الالوان الغنائيه اللي رجعت بشكل قوي جدا، اللون العدني اليوم نشوف كثير من الفنانين رجعوا لهذا اللون وقاموا يعني يبدعون فيه. حتى الفنان ابراهيم دشتي، مساعد بلوشي وكثير منهم. هل محمد ممكن يتجه لهذا التوجه؟ هو مو غلط، يعني مو غلط انه تميل للون العدني؟ يعني احيانا، والله مو دائما. يعني في مثلا الحب اسرار اسمع له، يعني بس في اغاني ما تستهويني، يعني العدني وايد ما يستهويني. نسمع الحب اسرار عين، نسمع عشان طلباتي زادت. نسمع الحب اسرار، بس ما تبي اول شيء يعني انت قاعد تطلبه، مو مخلي هو يختار، وانا ودي يختار اغنيه قريبه عنده. الحب يا اسرار قال الصدق ابو محضار، انت وينك وين الحب يا غدار؟ ترى مني انا لقيت فيك الهوى من ديرتك ما ارتوى. والله مو حافظ الكلام، انت فاجئ. انا احب وما تعرف الحب. يا سلام عليك يا محمد. يعني جهز لنا الحين الاغاني اللي اتفقنا عليها، لكن اكيد مع مشاهدينا نطلع هذا الفصل، الفاصل عفوا، وراجعين. محمد، إذا فكرت أفكر فيك، وإذا سولفت أسولف فيك، إذا فكرت أفكر فيك، وإذا سولفت أسولف فيك، كأن الدنيا بس أنت وكلام الحب بس طاريك، كأن الدنيا بس انت وكلام الحب بس طاريك، يا فرق حيل عن غيرك سطى في قلبي تأثيرك، وكل ما جيت أعبر لك تغلبني تعابيرك، وكل ما جيت أعبر لك تغلبني تعابيرك يفوق الوصف. الله عليك، الله عليك يا محمد. يعني السؤال كالآتي، في إحساس معين أريد وأقول هذا رأيي كمستمع عادي، من النهاية أنا ماني شخص متخصص، لكن اللي أحسه بأن في إحساس قريب وفي شيء مشترك، ما أدري شنو هو وما أعرف أفسره، بالفنان الكبير. أكيد نوجه له تحية من خلال شاشة الراي، الفنان أكيد محمد المصباح. والله يشرفني. أوش أول مرة تسمع هالكلام؟ لا لا، من زمان. من زمان يقولوا لي. قول لنا. شيء يشرفني إني أكون فيني من إحساس بمحمد المصباح. بس هم من هذا الشيء غلط انه يقولوا لك ترى انت متاثر فيه، او انا مو متاثر فيه، يعني لازم تكون لك شخصيه. صح. بس يشرفني اني اكون نفس احساسه او نفس قناه. ترى احساس الفنان محمد أكيد. صعب اكيد واحد يقدر يوصل له. اكيد فالشعور هذا بروحه شيء كبير يعني. صحيح. بالفهم. لكن في تواصل بينك وبينه، في يعني عندي بالانستغرام انا ضايفه. أيه. واحط له منشن، بمرات اغني له، احط له يدعمني، احط لي لايكات، عندي في كومنتات. ايش كثر يعني لك ان اليوم الفنان محمد صباح انه يتواصل معك عبر السوشيال ميديا؟ يعني الكثير، لان شوف بعض المرات انت لما تروح حق واحد يفهم بالفن مثلا، او تغني له ويقول لك برافو عليك وكمل، هذا شيء كبير. صحيح. انا وايد الحمد لله وايد فنانين يعني لما يسمعوني يقولوا لي كمل، و
لازم تشتغل. كمل ولازم تشتغل. أكيد, أكيد لازم تشتغل. محمد تعاوناتك الفنية مع منو تعاونت وشنو بخاطرك تتعاون مع منو؟ والله شوفي في الحين دكتور ناصر الصالح الملحن الكبير يعني أنا بخاطري إني أشتغل معه لأنه يطلع منك طاقات أنت مو شايفها بنفسك. فإن شاء الله يكون مع الأيام إذا إن شاء الله وصلت للنجومية إني أوصل له وأشتغل وياه. إن شاء الله. يعني أكيد هذه الأمور مهمة, لكن خلينا ننتقل إلى جانب السوشيال ميديا اليوم. إيش رأيك باللي قاعد يصير إن البعض ممكن يقيم الفنان على حسب أكاونته في الإنستغرام أو الأكاونت اللي الشخص مثلا عدد الفولورز أو عدد اللايكات إنه قاعد يأثر بهذا الشيء؟ هذا شيء غلط والله, أنا أشوف إنه شيء غلط. بعض ما يكون عنده مثلا ملايين بس هو ما عنده هدف بس مشهور. هذا الشيء قاعد يصير الحين بس مشهور. إيه فيه موجود بس ماكو هدف وبس مشهور ريال ويسوي إعلانات ومدعوم. هذا شيء عادي يعني. عصر السوشيال ميديا خلينا نقول عصر السرعة والإيقاع السريع وانتهاء الأغنية بهم بسرعة فترة. يعني تطلع فترة معينة وتموت, مو نفس أول يعني أغاني أول ما زالت إلى الآن إحنا قاعدين نسمعها. شنو سبب موت الأغنية أو الإيقاع السريع بهذه السرعة؟ أنت قلتي الكلام, أنت جاوبتي وأنت بسؤالك جاوبتي, قلتي الأغاني القديمة أنا كانوا يشتغلون فيها. الشغل ترى الحين الأغنية بس إذا تبين أخلص أغنية أي كلام وكلامها عادي أخلصها بأسبوع. الفنانين الكبار يشتغلون, فنانين عبد المجيد ترى يشتغل من زمان فيها بس إن الحين يركب صوته ويركب الشغل هذا كله الإيقاعات والدنيا, بس الأغنية ثقيلة فتدوم معاك. أنا ليومك أسمع سعد الفهد عدار وجد كلنا أسمع شيء القديم, ما يعني فيها شغلات أسمعها جديدة مع الجو يعني ماشية مع الجو بس تروح صح كلامها شهر وتروح. ممتاز. زين اليوم نشوف مثل ما تكلمنا قبل شوي إنه ممكن ساعات في أغاني تصير هي الهبة أو إيقاع معين هو اللي يكون الهبة بهذا الوقت, هل ممكن محمد إنه يتجه هذا الاتجاه ولا راح تحافظ على ستايل معين أو شخصية معينة بالغنى؟ شوف يعني إذا في فن وإيقاع سريع بس في فن في إحساس أقدر أقدمه. حلو فاهم علي؟ أما مغنية بس فيها إيقاع وما فيها إحساس ولا شيء ما أقدر أقدمها. مو حلو حقي. فنانين الشباب محمد قراب منك كصوت؟ شوف أنا ربعي زاملتهم يعني جاسم محمد عيسى المرزوق جمال دريعي هذا الربعي فتشجعهم وأشجعهم وأقول لهم برافو في شغلات قاعد يسوونها وايد حلو. حلو أقول لهم برافو وكملوا. ممتاز ممتاز. شاركت مشاركات خارجية برا الكويت مثلا في أعراس مثلا حفلات؟ لا والله للحين ما حالفت برا بس أنه أروح حفلة خاصة أي بس أنه مشاركة يعني كحفلة مثلا كبيرة وكذي لا ما شارك. زين دائما الفنان يقول بان اليوم التواصل في الحفلات الخاصة او بالعروس في له احساس مختلف, في قرب من الجمهور أكيد. وممكن تعرف شو اللي يبونه وما يبونه وانت شارك اسرع. فكلمة عن تجربتك. شوف الجلسات الخاصة يعني بيننا بين الشباب حلوة يعني حلوة حقنا كشباب بس إنها تكون يعني تتصور بعض المرات بس إنها ما تكون مسجلة فاهم علي؟ العروس مبلا تكون مسجلة بس أنا مسويها مثل طريقة سنجل أغنية حق عرس أو زفة حق عروس أو شغلة فهذه انطلت فيها يمكن مرتين أو ثلاث والحمد لله ماشية الحمد لله بالسعودية انطلت فيها ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. نبي نسمع شيء محمد. سمعكم قل لي متى يا نوال فنانة محنين. أشتاق وزعل وراضيك وأجيك عشاق لو تزعل وأنا أزعل عليك أشتاق وزعل وراضيك وأجيك عشاق لو تزعل وأنا أزعل عليك ونغار من بعضنا بالحب وش صار ما صار إلا الحب ونغار من بعضنا بالحب وش صار ما صار إلا الحب وخل الأمان تصير بشفاف ضحكتنا ولا السنين تغير
لو يوم مرتنا متى 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 قل لي متى. الله عليك يا حبيبي صوت يا حبيبي الله يسلمك. يعني كل اغنيه ما شاء الله عليك اجمل من الثانيه باحساسك مختلف. لكن تكلمت عن نقطه مهمه قبل شوي محمد بان انت تقول قبل الفنان كان ياخذ راحته بالاغنيه الكلمات والتوزيع واللحن يعني كان لها وزنها وحقها كي. لكن بالوقت الحالي تشوف الاغنيه بسرعه ممكن تخلص حتى لو باسبوع. هل المفارقه ممكن تكون سببها شركات الانتاج قبل كانت تدعم وتمول الفنانين اكثر من هذه نقطه مهمه صح كلامك ان مثلا شركه الانتاج نفسها كانت تشوف شنو بتقدم لان هي تدعمك بفلوس بالضبط فتوافق ما توافق على هذه الاغنيه اتوقع انه كان اهم من كلامي صح لان كانت لان يجي الملحن يقول انا بقدم هذه الاغنيه صحيح. يشوفون كم تكلف الاغنيه او وافقوا عليها. الحين لا هو قاعد يشتغل بروحه فيشوف كم تكلف ويروح عند اقرب ناس او اسرع ناس يشتغلون سريع سريع وهم تضرب الاغنيه هم يعني انا ما بخص بحقهم يمكن يتعبون فيها صحيح. بس مده الاغنيه اسبوع عشان كذي ما تنسمع صح وما تطول معك. حلو، برايك ليش شركات الانتاج يعني قل انتاجها مع الفنانين؟ شنو السبب؟ والله انا هذه ما ادري عنها بصراحه. انا هل يعني اشوف ان انا اشوف ان خسروا وهم خسروا من النت الانترنت الانترنت إيه الانترنت برامج المواهب إيه خسروا منها لان لما الشركه قبل لما تنتج لك كانت تلقى مقابل تلقى فلوس حق من المطلوب تسوي سيديات تباعها سيديات او تشرطها. الحين خلاص كل شيء بالسوشيال على طول تقدر تنزل الاغنيه وتسمعها باي ابلكيشن او ويب سايت وانتهى صحيح. الموضوع فتوقع يمكن هذه الامور. لكن اليوم في عندنا فنان نسميه الفنان الشامل تلقى ممكن يلحن ويكتب ويغني او ممكن يغني ويلحن ويمثل يعني اكثر من دور في هذا المجال. هل محمد ممكن نشوفه يوم من الايام انه يكون عنده اكثر من تخصص؟ والله انا لا بالنسبه لي لا لان انا تخصصي يعني اشوف انه واحد ان انا بغني بس فاهم علي بس مركز على الغناء اي لان انا ما اشوف نفسي اني اقدر اكتب بس في بالي سؤال يوم محمد اتوقع ان كريم كل فنان عنده طموح بانه او يتمنى يوم من الايام انه يغني دوتو مع فنان معين من الفنان او الفنانه اللي انت ودك انها تغني معاهم دوتو؟ والله كلهم خير وبركه اكيد يعني كلهم خير وبركه والنعم فيهم لكن الشخص اللي انت ودك تغني معه راشد الماجد اكيد راشد الماجد حلو ما سمعتنا شيء حق راشد الله ماشي احنا سمعنا قلنا لك طماعين ترى من البدايه يلا اوكي سمعكم شيء حق راشد من هالسنه المسلسل العاصوف يلا الله يا وقت مضى لو هو بدينا ما يروح الله يا عمر انقضى بين الاماني والجروح قولوا لي جدران البيوت كنا حبايب وكسرى واليوم ما للحب صوت محد عن الثاني درى قولوا لي جدران البيوت كنا حبايب وكسرى واليوم ما للحب صوت محد عن الثاني درى هبت رياح من شمال هبت رياح من جنوب فجأة ولا أعطتنا مجال عاصفها هز القلوب عاصفها هز القلوب عليك يسلم يا حبيبي الصوت تسلم ألف ألف عافية شكرا مشكورين كلكم ذوق والله تسلم. يعني لو نسألك الحين مثل ما أنت تشوف صار يعني شلالية أو جروبات فشنو رأيك بهذا الموضوع يعني بالمسرحيات بالمسرح كل مكان موجود بالأغاني صاروا شلالية كل مكان بالتمثيل هل هي فعلا هذه الشلالية تقلل من انتشار واكتشاف مواهب الشباب؟ أكيد أكيد لأن شنو هي تصير جروبات ما نبي نطلع إلا واحد من جروبنا هي تصير كذي مثلا يصير موزع وملحن وفنان هذين ثلاثة بروح إيه؟ إذا دش عليهم مثلا واحد رابع عفوا يعني منو شنو تبي احنا بيننا هذا جروبنا فهذا يأثر أكيد على الفنان وعلى الانتشار نفسه حق الفنان لكن يعني بعض الفنانين الشباب يحط له مثلا توجه معين يروح لملحن كبير
اللي هو يدعم اساسا الفنانين ويتجه لانه ممكن يقدم له لحن أكيد. وتكون هذه مثلا البدايه القويه بالنسبه له، هل فكرت بهذا الشيء؟ اكيد فكرت فيه. ومن الملحن؟ انا الملحن كبير، وانا اقول له عمي بدر خليفه، قدم اعمال حق ذكرى، الراحلة ذكرى، مساعد بلوشي، يعني قاعد يشتغل مع فنانين كبار وعنده بصمه حلوه وياه. صحيح. فانا الداعم لي هم هو بدر خليفه. فممكن يوم من الايام انه يسوي لك لحن معين او هو الحين انا اغنيتي وياه بدر خليفه اغنيتي الله الله يا زمان معه. حلو. هذه الاغنيه صار لها 7 سنين عندي. 7 سنين؟ 7 سنين ماشي. بس ما اشتغلت فيها الحين لما رجعت. سبع سنين عندك انت؟ اي عندي الغنيه. كان عندك العمل من سبع النص سنين. من 7 سنين عندي. حلو. وحان وقته انك انت الحين تطلع هذا العمل. بما انك انت مريت يعني بتجربه الغناء ودشيت برنامج التحدي، فشنو نصيحتك لكل شاب عنده صوت وده انه هو يدش هذا المجال؟ شوف، هو لازم يعرف الشاب ان البرنامج هذا فيه تلاعبات، بس اذا هو بيوصل بيروح هدفه الشهره خليه يروح، لانه هو يعطيك شهره سريعه. صحيح. بس انت الاهم من الشهره انك لما ترجع على طول تشتغل، مو تقعد يعني انا خلاص انا انشهرت اقعد، لا هذا غلط. لان الناس مثل ما حبتك راح تنساك. بالضبط، راح تنساك في اي وقت. في نماذج ما شاء الله في برامج مواهب قدرت ان تثبت وجودها، الابرز يمكن انا بالنسبه لي والاعز بغض النظر يمكن مو مجال الغنى، لكن الفنان بشار الشطي لا زال محافظ على نجوميته. اكيد. وهذه يمكن النقطه المهمه. فهل في خطه انت مجهزها، خطه مستقبليه حق محمد، انه شو ممكن تحافظ على هذا البقاء والنجوميه تتطور وتزيد معك؟ شوف، هو الفن يبي له استمرار. يعني اذا نزلت انا اغنيه هالسنه وقعدت 3 سنين كني ما سويت شيء. فبشار مستمر حتى لو ما قاعد ينزل سنجل مثلا، قاعد يشتغل هم عنده الحان، فنانين كبار قاعد يروحون قاعد يسوي اعلانات دعايات قاعد يسوي. فبشار مثال حلو انك قلت انه مستمر بالفن. صح. محمد، ما فكرت انك انت تعيد التجربه وتدخل برامج المواهب؟ بلى، انا السنه هذه كنت مقبول بذا فويس اللي خلص هذا. بس دوامي ما اعطوني اجازه الله يسامحهم، فما قدرت اروح. يعني انت كنت مقدم على ذا فويس وقبلك؟ مقبول حتى بالكاست، مسوي معي بالسكايب وخلاص اني راح اطير، بس انه رفضوا دوامي. زين، احنا الحين متخيل انت وصلت استديو ذا فويس وبتختار واحد من لجنه الحكم، من اللي كنت راح تختار؟ اللي قبل كان 100% شيرين. قبل بس الحين بس الحين 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 نسيت منه موجود اليسا الاحلام واحلام اكيد اليسا واحلام واحلام عاصف احلام اكيد بس ما سمعنا شيء حق احلام ما سمعنا انت بتختارها لازم تكون مجهز لها شيء نقول يلازمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت أسرني طيفك وحبك أسرني وصرت مفتونك حبيبي مرني صوتك بلا موعد ولا حنيت أجل وشلون لو عيني تصادف فجأة عيونك حبيبي مرني صوتك بلا موعد ولا حنيت أجل وشلون لو عيني تصافح فجأة عيونك فقدتك ليلة البارح غريبة ليش ما مريت وموعدنا ينادينا ذبل ضي القمر دونك ذبل كل الفرح حتى الثواني ما لها توقيت ترى مالك عذر تبعد وانا للحين مجنونك والله قدر ينقلب الاحساس اكثر من مره. صحيح. يعطيك الف عافيه على وجودك معنا، وللامانه استمتعنا جدا. والله اكثر. نبي نسمع منك كلمه اخيره توجهها لمشاهدينا، وان شاء الله احنا بانتظار مو البومك، ان شاء الله يا رب يصير البوم سنجل الثاني ان شاء الله. اوجه كلمه اقول اول شيء شاكر لكم الاستضافه، سالم بارك، ان شاء الله ما نكون ثقال عليكم.
وبس ومشكورين ويعطيكم العافية. يعطيك العافية محمد، يمكن خجول شوي بالكلام لكن بالغنى ما شاء الله عليه جريء ومبدع، الله يوفقك حبيبي. أجمعين يا محمد، الله يسلمك. الله يخليك، تسلم. مشاهدينا مستمرين معاكم أكيد ومع ضيفنا بالفقرة الجاية، تابعونا بعد الفاصل.